السلام عليكم. سنتعرف في هذا الفيديو عن فتاة قامت بتربية ثعبان في المنزل، لكن ما حدث في الأخير كان صادما. وسنتعرف أيضا على قصة مؤثرة جدا لرجل كان يصلي فهجم عليه ثعبان، وما حدث في الأخير كان مدهشا حقا، سيجعلنا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام. ولكن قبل مشاهدة الفيديو اضغطوا على زر إعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسوا متابعة الفيديو إلى الأخير لمعرفة تفاصيل القصص الرائعة التي نقدمها لكم. على بركة الله لنبدأ. يحكى أن سيدة عثرت على ثعبان كبير جائع فقررت أن تنقذه مما يعانيه، فأخذته إلى بيتها وبدأت تطعمه حتى كبر الثعبان، وأخذ يعتاد عليها ويتبعها في كل مكان تذهب إليه. وفي يوم من الأيام توقف الثعبان عن الأكل تماما، وحاولت السيدة الرحيمة أن يأكل خوفا عليه، ظنا منها أنه مريض، ولكن الثعبان ظل على حاله لأسابيع عديدة لا يأكل، يتبعها في كل مكان، ينام بجانبها بينما هي حزينة عليه تفكر كيف تجعله يأكل. وأخيرا بعد عدة أسابيع قررت أن تأخذه إلى البيطري ليفحصه لعله مريض أملا في الشفاء. سألها الطبيب حين شاهد الثعبان يتحرك حول المرأة هل هناك أي أعراض على قلة الشهية؟ فأجابت المرأة لا شيء آخر مهم. سألها الطبيب هل ما زال يرقد بجانبك؟ فردت السيدة الطيبة نعم، هو متعلق بي، يتبعني أينما ذهبت وينام بجانبي في السرير أحيانا، يلتف حولي طمعا في الدفء، لكنه حين أستيقظ يتبعني بعينيه فأعره إلى تقديم الطعام له، فلعله جائع، لكن للأسف لا يأكل أي شيء ويظل مكانه. تبسم الطبيب وقال يا سيدتي إن هذا الثعبان ليس مريضا، بل يستعد لالتهامك، إنه فقط يحاول أن يجوع أطول مدة ممكنة حتى يمكنه أكلك، ويحاول كل ليلة أن يلتف حولك، ليس حبا فيك، لكن يحاول أن يقيس حجمك مقارنة بحجمه حتى تستوعب معدته وجبة بحجمك، إنه يعد العدة للهجوم عليك في الوقت المناسب، فخذي حذرك وتخلصي منه سريعا. قصة مرعبة ربما، ولكن تحدث كل لحظة من حولنا، ورمزيتها في أننا قد نستطيع تغيير من حولنا بالحب. ربما ينجح الأمر أحيانا، لكن هناك طبيعة متجذرة في البعض لا ينفع معها الإحساس ولا تعالجها المحبة، والاقتراب منه خطر جسيم. بادر بالتخلص من ثعابينك، الأصدقاء ورفقاء السوء، أو من أجزيت لهم الجميل. والآن سنتعرف على قصة الرجل الذي هجم عليه ثعبان وهو يصلي. يحكى أن رجلا من الصالحين قال كنت أرغب في قضاء إجازة أستمتع بهواء الطبيعة وأتدبر في خلق الله عز وجل، وبينما أنا جالس في الحديقة وجاء وقت الصلاة كنت في مكان بعيد عن الناس، مكان لا يذهب إليه أحد في العادة، فهممت للصلاة وتوضأت ثم بدأت في صلاتي، وبينما أنا في صلاتي وإذا بثعبان ضخم يقف أمامي، فزعت فزعا شديدا في البداية، ولكنني لم أقطع صلاتي، فكرت أن الله حتما سيحميني وسيكفيني من هذا الخطر، ولو مت حينها فيا لها من موتة وأنا ساجد لله عز وجل. هذا ما دار في عقلي وما قمت به، أكملت صلاتي ولم يقترب مني الثعبان أبدا، سبحان الله، مر من أمامي كأنه لم يراني. هنا انتهت قصة هذا الرجل. والسؤال الآن، ماذا لو كنت مكان هذا الرجل؟ ماذا كنت لتفعل؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ هل يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة؟ إن حكم الخروج من الصلاة في هذه الحالة فيه تفصيل. إذا خاف على نفسه خرج من الصلاة فلا بأس حتى يتخلص من هذا الخطر، مثل إنسان يريد قتله، أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله. وأما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والفائدة من هذه القصة يا أحبائي
هي التعلم والتدبر. كنت أرغب في قضاء إجازة أستمتع بهواء الطبيعة وأتدبر في خلق الله عز وجل، وبينما أنا جالس في الحديقة وجاء وقت الصلاة كنت في مكان بعيد عن الناس، مكان لا يذهب إليه أحد في العادة، فهممت للصلاة وتوضأت، ثم بدأت في صلاتي، وبينما أنا في صلاتي وإذا بثعبان ضخم يقف أمامي، فزعت فزعا شديدا في البداية، ولكنني لم أقطع صلاتي، فكرت أن الله حتما سيحميني وسيكفيني من هذا الخطر، ولو مت حينها فيا لها من موتة وأنا ساجد لله عز وجل. هذا ما دار في عقلي وما قمت به، أكملت صلاتي ولم يقترب مني الثعبان أبدا. سبحان الله، مر من أمامي كأنه لم يراني. هنا انتهت قصة هذا الرجل، والسؤال الآن: ماذا لو كنت مكان هذا الرجل؟ ماذا كنت لتفعل؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ هل يجوز قطع الصلاة في هذه الحالة؟ إن حكم الخروج من الصلاة في هذه الحالة فيه تفصيل. إذا خاف على نفسه خرج من الصلاة فلا بأس حتى يتخلص من هذا الخطر، مثل إنسان يريد قتله، أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله. وأما إذا أمكن أن يقتله وهو في الصلاة فلا بأس في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. والفائدة من هذه القصة يا أحبائي هي التعلم والتدبر. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أكفيني بحلالك وأغنيني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وارزقنا من واسع الأبواب. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، واجعل لي نورا في سمعي، واجعل لي نورا في بصري، واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي، واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي، وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لمن بسط، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لمن أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع،
ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.